في الطريق نتفسن؟ لا، وليه كل ما الشعب نقولش المصري مثلا؟ هيتفسن. ما اكتر، ما احنا 99% حال الطلاق في مصر بسبب كده. بتكون لسه لا ده عشان المد، اصبري شويه ممكن معلش، ما بيطلع يشتغل، ما بلاش نتكلم على الموظفين او نتكلم على الوسائط العليا، نتكلم على الناس اللي هي يعني اللي بيطلع يشتغل ده بايده ده. افرضي ما جابش فلوس النهارده، الطبقه المتوسطه، بلاش ان احنا نقول الفقيره قوي. لا لا لا، خلينا في طالع النهارده اشتغل، ما ربنا ما فيش، هتعمل ايه يعني؟ ممكن ربنا يكرمه بكره. اصبر اصبر، ربنا هيديك. يعني تعيش على قد دخل. ايوه، عيش يعني على قد دخل جوزك. انت اتجوزتي وعارفه ان الحاله الماديه بتاعت جوزك 1 2 3، خلاص تمشي عليها، تنك معاه ماشيه معاه، مش تسيبيه في الوقت حتى اللي هو اللي هو فيها. هو لو ما قدرش برضه يكفي بيته ويكفي ولاده، ان هي يبقى في تفاهم بينهم، ما تبقاش دايما الخلافات ده بيسيب لي مثلا مصروف قد كام، ويبقى في مشاكل دايما بينها وبينه ان المصروف قليل. احنا نقدر. طب سؤال، سؤال لحضراتكم انتوا الاثنين، المشاعر بين الزوج والزوجه مش ممكن تغني عن المشاكل الاقتصاديه؟ بصراحه انا قلت لحضرتك في اول كلامي، اول كلامي الحب، المشاعر، الطيبه، الحنيه، الطبطبه. الواحده فينا عاوزه كلمه حلوه، عاوزه طبطبه بس، مش عاوزه زياده عن كده. الماده ما فيش حد بنام من غير عشاء. انت في يوم بتنام من غير ما تاكل فيه؟ لا الحمد لله، مع احترامي لحضرتك استاذ محمد. لازم ماشي؟ لا مفيش، كلنا الغني والفقير كلنا، مفيش حد فينا بنام من غير عشاء، سواء اكلت اكل كلنا ما بننامش من غير. هو اكيد الحب بيخلي لازم، لو في حب صدقني الحب بين الزوجين اجمل حاجه، والمشاعر اجمل حاجه. كلمه واحده بس من زوجك او كلمه واحده بس منك هتنسي كل شيء. حتى لو في خلاف بينك وبين زوجك، حصل خلاف مثلا العصر بعد الغداء، ممكن في نوعيه حريم، انا بتكلم عن في مش كل الحريم، في نوعيه حريم ممكن تنسى بعفويا كده. ليه؟ عشان هي بتحبه، ما هو ما هي عشان بتحبه مستعده تضحي بكل شيء. هي تتحمل يعني، تتحمل. الحب ده حاجه جميله جدا بين الزوجين، هتتحمله في كل شيء. وبكلمه واحده منه برضه ولو قالها لها هتنسى كل حاجه، هتنسى الزعل. لو في حب من القلب فعلا، لكن انت واخد لي الماده اللي انا عاوزه، ايه عاوزه وعاوزه وعاوزه، مش هيبقى في حب يا استاذ محمد باحترامي لحضرتك، هيبقى في جفا، هتخلق فجوه بين الطرفين. هذه الفجوه بتأدي بعد كده بالتدريج بعد كده تأدي الى خلاص الطلاق. جميل. مش هيقدر يستمر. مع الاستاذ عزه من الفجوه اللي اتكلمت عنها الاستاذه علا. الفجوه مع الوقت بتوسع، امتى بقى نحاول يعني نقول مثلا الواجب على الزوج والزوجه ان هم يضيقوا فجوه المشاكل الى ان تتلاشى هذه المشاكل وتعيش الاسره في سلام، بدلا من مع عمليه الطلاق؟ لان ضحايا الطلاق مين سعادتك؟ الاطفال. الاطفال. ازاي يعني الزوجه او الزوج يبداوا يضيقوا فجوه المشكلات؟ لان الزوجه بتمتص غضب الزوج، يعني دايما مش لازم بقى هي ايه تكبر المشكله. انا لما بكبر المشكله وبعمل مش مقضي مصروف البيت، مش مساعدني في الولاد، في المدارس، في تربيتهم، بعمل له مشاكل زياده، يبقى انا كده بكرهه. يعني ما تجرحش كرامته، ما تقولوش انا كده بكرهه مش قادر قدام يعني اهله وقدام اهلها، وبتكبر المشاكل، وبيحصل ان هو ايه، انا عايزه اتطلق منه، ده مش مكفي بيته، ده مش مهتم ببيته، وبتعمل له مشاكل زياده بتكبرها. هنا انا بكبر المشكله. يعني تنصحي كل زوجه في هي لو بتحب زي ما الاستاذ علا قالت، انا كل زوجه لو بتحب جثه، المشاكل اللي بينك وبين زوجك لو مامتك باباكي اخوكي محدش يعرف، محدش يتدخل في حياتك. لا كده بتكبر انت، بس حضرتك انت اللي بتخلي طرف تاني يتدخل في الموضوع، بيتك هيفشل. الاهل بيأدي. لا مش، لا لا لا، ما تحكيش لحد، لا اخ ولا ام ولا اب ولا اخت ولا صاحبتك. انا بدأ مصيبه، لا هي صعب ان الواحد يحكي الصديقه ولا صاحبتك تاخد زوجها منها. يعني ايوه صح، انا مع حضرتك. الصديقه من كلامها ممكن تاخد جثه وحاطط واقع حقيقيه. صديقه بتحكي لصديقتها، بتحكي لها المشاكل، حصلت خلاف بين الزوجه، اتفاجئت ان هو صاحب على صاحبتها، تمام. حصلت كتير. في حاجه ثانيه يا استاذ محمد، اتفضلي. دايما الطلاق بيحصل بحاجتين، خيانه الزوج للزوجه، صح؟ لو كان الزوج خاين بطبعه او بطبيعته، ده هو ده طبعي، ده مشكله كبيره. دي مشكله ثانيه. ويقول لك ان الزوج ده عينه زايغه، هو اصلا قبل الجواز كان بيحب بنات او ماشي مع بنات، مش مشكله، بس المهم يرجع لمين في الاخر. خليك تكوني عارفه.